الآية بها بحوث مهمة شوية يكون تنبه لها. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. شوية بالله التفت لي هنا، أكو عندنا بحث مهم. الفصال يعني الفطام من الرضاع، أن هذا الطفل من بعد ما تضعه أمه من بعد الحمل وآلام الحمل، هذا فصال في عامين، يعني رضعه سنتين، يرضع سنتين. زين، شنو معنى هذا فصال في عامين؟ يعني ما يجوز أن الأم ترضع ابنها أكثر من سنتين؟ ها؟ هاي وحدة. اثنين، خلي نشوف أولا الأم. القرآن الكريم يأكد على رضاع الأم. ليش؟ هذه نقطة اللي صاير عندنا مع شديد الأسف، الأمهات للمحافظة على رشاقتهن بس الذبة للولد يعطي إلى مربية، يولا ترضع من هذا اللبن الصناعي. مسألة اللبن، لبن الأم، أنا بحثي مو بحث طبي ولا أريد أتطفل على اختصاص غيري، لكن أذكر أقوال المختصين. زين، في مثل هذا الحالة الآن، اللبن، لبن الأم يجمع المواد الأساسية، المواد الدهنية، النشوية، نعم، الأملاح، كل الزلالية، كلها يجمعها لبن الأم. وخصوصا الأيام الأولى، الأيام الأولى أول ما يولد يعني لازم رأسا تعطيه الثدي، لأنه هالمادة اللي يفرزها الثدي فد عامل مطهر، عامل ينظم معدته ويطهرها ويعطي مناعة ضد مجموعة من الأمراض. بعدين نشوف من حكمة الله أن هذا اللبن لبن الأم، أولا لبن الأم يتناسب ويا حاجة الطفل. عمره شهر اللبن إلى كثافة معينة، صار شهرين اللبن إلى كثافة معينة، يعني تزداد النسبة حسب حاجته، هاي وحدة، وحسب مشتهايته أيضا. تلاحظ أكو أشياء لا الأم تعرفها، ها؟ أن هذا شقد يشتهي الثدي الطيب قد مشتهايته، ما يعطي شيء أكثر من الحاجة حتى يشمن أو يسبب له مضاعفات، أبدا، يعطي قدر حاجته. زين، بالإضافة إلى هذا لبن الأم شو يعطي إلى جانب ذلك كله أمان من كل النزلات المعوية، الأمراض، المشاكل، كلها بأجمعها هذه غير موجودة في لبن الأم. لبن الأم منظمته السماء تنظيم دقيق. زين، غاية بالدقة. بالنسبة للأم شنو؟ يمتصعدها مضاعفات الحمل، يعيد لها الرحم إلى حجمه الطبيعي، يمنع سرطان الرحم وسرطان الثدي. نبه لي زين، يعني التقارير كلها تقول أن يساعد على منع سرطان الثدي وسرطان الحمل، كل هذا بالرضاع. شنو؟ الرضاع الطبيعي. وعدنا احنا، شوف، التفت الى فقهاء الامامية يقولون اللبن السامر، لان اللبن اللي ينشر الحرمة هو اللي يجي من التقام الثدي، يكون الطفل يلتقم الثدي ويمتصه، مو مثلا ترضع له الذبلة افرض اللبن باستكان وديره بحلقة مثلا، لا، هذا ما ينشر الحرمة من هالنوع، لازم يمتص يلتقم ثديها حتى تتحقق اهداف الرضاعة. اهداف الرضاعة يجب ان تتحقق. الاسلام او الاحرى الشريعة تأكد على ان الام لا تهمل هالواجب. زين، بس شقد قالت وفصاله في عامين. ليش يعني فصاله في عامين؟ الان لو رادت ترضع اكثر بعد طفل يحتاج يريد لبن اكثر، اكو مانع؟ لا، ماكو مانع ترضع اكثر.